السلام عليكم. الصين فتحت ممرا سريا لدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا، وهذا كله كشف عنه يوم أمس بتحقيق كامل وشامل عن طريق صحيفة بوليتيكو الأمريكية بهذا الشكل. وهي تحدثت وركزت هذه الصحيفة على شركة صينية هي شركة شينغهاي اتش وين التي ترونها هنا، وهذه الشركة هي مختصة في بيع المنتجات المزدوجة الاستخدام، بمعنى آخر بأن من الممكن لمنتجاتها أن تستخدم على المستوى المدني، ولكن أيضا ممكن أن تستخدم على المستوى العسكري. بوليتيكو أيضا اطلعت من خلال هذا التحقيق على السجلات الجمركية بين روسيا وبين الصين وبين الصين وأوكرانيا في نفس الوقت. وبالنسبة لأوكرانيا والصين على مستوى المنتجات التي سنتحدث عنها، في طبيعة الحال أوكرانيا وروسيا هما طبعا بلدين يعتبران زبائنا للصين عند المنتجات التي سنتحدث عنها والقادمة من هذه الشركة التي ذكرناها الصينية طبعا بكل تأكيد. وبالتالي الصين على سبيل المثال والحديث من خلال هذا التحقيق على الخوذ الواقية للرصاص، وكذلك أيضا الدروع التي هي تعتبر الفست كما يطلقون عليها أيضا المضادة للرصاص، وكذلك الكاميرات الحرارية وأيضا الطائرات المسيرة. وهذا التحقيق الذي جاء من خلال السجلات الجمركية، ما وجدته البوليتيكو هنا بأن الموازين قد اختلفت خلال هذا العام في عملية الصادرات أو المبيعات القادمة من الصين تجاه روسيا أو تجاه أوكرانيا. زادت باتجاه روسيا وقلت باتجاه أوكرانيا، وهذا هو ما أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك البوليتيكو والتحقيق الذي تحدثت عنه. فبالتحديد الحديث هنا عن مسألة الطائرات المسيرة بالنسبة لهذا العام تحديدا مقارنة بالعام الماضي والأعوام طبعا السابقة، فإن الصين قامت بعملية إرسال أكثر أو طائرات مسيرة أكثر بثلاثين مرة من الطائرات المسيرة التي اعتادت بتصديرها أو بيعها لأوكرانيا. أرسلت إلى روسيا أكثر بثلاثين من مرة مقارنة بأوكرانيا. أيضا في نفس الوقت بالحديث هنا عن الدروع وعن الفستس بشكل عام، فإن الصين قامت بزيادة مبيعاتها لهذه الدروع لروسيا بنسبة 69%، وما ذكرته البوليتيكو هنا بأنها قد زادت بقيمة ووصلت إلى قيمة أكثر من 225 مليون دولار، بينما بالنسبة للدروع التي تبيعها الصين إلى أوكرانيا خلال هذا العام تحديدا من بداية هذا العام حتى هذا الشهر تحديدا، الحديث هنا بأنها قد قلت بنسبة 61% ووصل مبلغها إلى 5 ملايين دولار فقط إلى أوكرانيا. بالتالي هي تزيد من قوة روسيا بشكل أعلى وتخفض صادراتها إلى أوكرانيا، قد تكون بأعذار بأن ليس هنالك مخزونا كافيا للمبيعات لأوكرانيا أو غيرها، وبالتالي في نهاية المطاف لم يعودوا يرسلوا هذه المواد طبعا إلى أوكرانيا. وهذا طبعا ما يعتبر شيئا كبيرا وخطيرا، لأن الصين كانت صاحبة معاهدة للسلام ولكن في نفس الوقت هي تتحرك بهذا الشكل. أيضا في نفس الوقت بأن الشركة التي تحدثنا عنها هنا ذهبت طبعا بوليتيكو لتقوم بعملية لقاء مع أحد الممثلين الخاصين بهذه الشركة باتصال هاتفي، وكانوا قد سألوه بشكل واضح كيف لكم أن تصدروا وأنتم شركة قد انتعشتم خلال الحرب الروسية الأوكرانية، كيف لكم في حقيقة الأمر أن تقوموا بإرسال مثل هذه المواد التي ذكرناها هنا؟ فالطائرات المسيرة على سبيل المثال هي من الممكن أن تستخدم على المستوى التجاري، ولكن أيضا ممكن أن تساعد في عملية تحديد المواقع العسكرية للمدفعية أو للراجمات الصاروخية لتحقق أهدافها، وفي نفس الوقت أيضا ممكن أن ترمي القنابل أو الجرينيتس طبعا بكل بساطة، بالتالي هي مفيدة للغاية. والسؤال عندما وجه إلى هذه الشركة وإلى ممثل هذه الشركة قال بأننا غير قادرين على البيع مباشرة من الصين إلى الجيش الروسي، وذلك لأننا بحاجة إلى شهادة قادمة من الجيش الصيني كمصادقة على هذه المبيعات، ومن ثم نرسلها بشكل مباشر، ونحن لا نرسل مثل هذه المواد للصين أبدا على المستوى العسكري. بالتالي من باب آخر بأن الاستخدامات تذهب على المستوى التجاري. ولكن المثير بهذا الأمر أيضا قد وجه سؤال حول إحدى الصور التي قد نشرت بحسب البوليتيكو على موقع هذه الشركة الصينية شينغهاي اتش وين، وسألوا هذا الشخص الممثل
لهذه الشركة. من هو هذا الرجل الذي يبدو قوقازيا، يبدو روسيا، يبدو بيلاروسيا؟ من هو؟ هل هو فعلا زبونا كما ذكرتم أنتم في الموقع الخاص بكم؟ وبالتالي هو قال ببساطة بأنه ليس بالضرورة أن يكون زبونا، قد يكون بولنديا، قد يكون أيرلنديا، قد يكون بريطانيا، قد يكون روسيا أو حتى أوكراني. وبالتالي قال بأن هذا الأمر ليس مهم للغاية. ولكن البوليتيكو كانت قد ذكرت بعد انتهاء هذا الاتصال مع ممثل هذه الشركة الصينية، قاموا بفترة قليلة بعد الاتصال بحذف هذه الصورة، وهذا هو الذي أثار طبعا بكل تأكيد الصحيفة في هذه التحقيقات. ليس هذا فحسب، بل إنهم وجدوا أيضا أن هذه الشركة شانغهاي اتش وين تتعامل مع شركات وسيطة في إرسال الأسلحة أو المواد التي هي تعتبر مزدوجة الاستخدام لروسيا لكي تستخدمها طبعا في أوكرانيا. وأخذت مثالا على سبيل المثال هذه الشركة، شركة اسمها سيلفا. هذه الشركة وجدت بوليتيكو بأنها موجودة في هذه الجمهورية، وهي بورياتيا، وهي إحدى الجمهوريات الموجودة من ضمن الاتحاد الروسي، وهي تحكم طبعا نفسها بنفسها، لديها حكم ذاتي طبعا بكل تأكيد. وهنا إذا ما ذهبنا إليها لكي نطلع على موقعها فستلاحظ بأنها تأتي هنا بهذا الشكل، هذه الخارطة الخاصة بها تأتي إلى شمال منغوليا وطبعا قريبة أيضا من الصين، هنا الحدود الصينية كما ترونها. وبالتالي هذه الشركة هي موجودة في هذا الموقع، ولاحظوا من سجلاتها بأنها لم يكن هنالك أي وارد قد تسلمت هذه الشركة أو اشترت مواد بأي شكل من الأشكال. حاولوا بالاتصال بهذه الشركة، حاولوا من إرسال إيميلات لهذه الشركة لمقابلتها بعدما اكتشفوا العديد من الأمور التي سنريها لكم، لكن كل شيء لم يكن واضحا، الأشخاص لم يكونوا واضحين لهذه الشركة. ووجدوا بأن هنالك سجلات خاصة بها في 18 يناير من هذا العام، وفي طبعا 17 يناير قاموا بعملية طلب 100,000 خوذة مضادة طبعا للرصاص بهذا الشكل، هذا هو الطلب للخوذ. وأيضا طلب آخر ب100,000 درع مضاد طبعا للرصاص، أيضا من الفستس التي تحدثنا عنها، طلبوها أيضا مباشرة من إحدى الشركات الموجودة في الصين، من الصين تحديدا. وعندما لاحظوا من خلال هذه الطلبات قاموا بفحص هذه المنتجات، ووجدوا بأن المصنع للمنتجات التي طلبتها شركة سيلفا هي كانت نفس الشركة الصينية التي تحدثنا عنها قبل قليل، شانغهاي اتش وين هي التي قامت بعملية تصدير هذه المواد. فوجدوا بأن الخوذ وكذلك الدروع كلها متطابقة مع الكتالوج الخاص الموجود على موقع شانغهاي اتش وين، مثل هذه طبعا الخوذ أو حتى مثل هذه الدروع التي ترونها مطابقة تماما ولا خلاف عليها أبدا. وبالتالي طبعا الأمر المثير بهذه القضية بالحديث عن 100,000 درع و100,000 خوذة هي نوعا ما تأتي متناسقة مع الهجوم الروسي الذي بدأت تنفذه القوات الروسية من لوغانسك على خاركيف، وبدأت تحقق نتائجا على الأرض. فهي حققت روسيا طبعا بحسب التقييمات الأوكرانية، حضرت في ذلك الهجوم الذي بدأ خلال هذا الشهر 100,000 عنصر من قواتها الخاصة. لاحظ الطلب مطابق للتجهيزات التي جاءت بها طبعا هذه القوات، بالتالي كل شيء يبدو متزامنا، ويبدو بأن روسيا كانت لديها فكرة في عملية التجهيزات لهذا الهجوم الذي نراه هنا. شركة سيلفا أيضا لاحظوا بأن إنشاء الشركة الخاصة بها أو تاريخ إنشاء هذه الشركة وجدوه بأنه قد تم إنها شركة جديدة في حقيقة الأمر، ليست شركة قديمة أبدا. وبالتالي هذا هو سجل التسجيل الخاص بهذه الشركة، وجدوا بأنها قد تم إنشاؤها في 28 من سبتمبر من العام الماضي. وكما تحدثنا لم تستورد أي شيء، ولكنها استوردت في طلبها الأول الخوذ والدروع، وها نحن أمام هجوم ب100,000 جندي روسي من لوغانسك على خاركيف. بالتالي كل شيء يبدو مفسرا بالنسبة لي بوليتيكو بكل تأكيد. وطبعا هذه المسألة ببساطة عندما نريد معرفة ما الذي يجري، إن روسيا هنا توضح من خلال بوليتيكو وهذا التحقيق بأن روسيا عادة تفتح شركات جديدة بأشخاص وهميين بأرقام غير موجودة أو أرقام خاطئة وإيميلات خاطئة في نفس الوقت، تقوم ببساطة بطلب من الصين للمواد التي تريدها طبعا عن طريق هذه الشركة، تتحصل على المواد المزدوجة الاستخدام طبعا، وبعد ذلك تستخدمها على الداخل الأوكراني، وبالتالي هي تتخلص من الكثير من المراقبة ومن العقوبات، وبعد ذلك تستمر بنفس الطريقة تفتح شركة أخرى أيضا وهكذا
هكذا تدور الأيام مع روسيا للاستمرار بالحصول على التجهيزات والدعم المهم للغاية. ونحن نتحدث هنا عن أسلحة ليست بالقاتلة لكنها مفيدة عسكريا وفي نفس الوقت مفيدة ماديا للتجهيزات والمعارك على المستوى الدفاعي والهجومي للقوات الروسية. وهذه طبعا السؤال هنا الذي يطرح، هل ستفعل الولايات بعد هذا التحقيق، هل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على الشركة التي ذكرناها أو غيرها؟ طبعا أحد أهم الخبراء على مستوى الأمور الدفاعية والخارجية الصينية وهي هيلينا ليغاردا كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية من فرض أي عقوبات بسبب حقيقة أن هذه البضائع بسهولة من الممكن أن تقول الصين بأنها للاستخدامات التجارية أو لاستخدامات الشرطة على سبيل المثال، بما أننا نتحدث عن خوذ أو دروع أو غيرها وليست للجيش، وبالتالي لا يحق لكم فرض عقوبات على الصين أو على هذه الشركات. بالتالي الأمور ستستمر كما تريد الصين وهي تزيد من صادراتها وتزيد من قدراتها في مساعدة روسيا في هذه الحرب بكل تأكيد. لكن من جهة أخرى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تساعد الأوكرانيين كثيرا، فماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كان قد وضح مؤخرا بأن أوكرانيا تسلمت أغلب الأسلحة التي ستمكنها من تحقيق هجوم مضاد ناجح ضد القوات الروسية. وأيضا في نفس الوقت اليوم الأسوشيتد بريس أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية على وشك وأعلنت في حقيقة الأمر عن دعم أو عن حزمة جديدة من الدعم العسكري لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. وزير الدفاع الأوكراني كان في لقاء مع CNN وقال بأن كل شيء في هذا الهجوم المضاد يسير كما خططنا له، لكن في نفس الوقت وقال بأننا متأخرين على مستوى الجدول، كان من المفترض أن تكون الأمور مختلفة الآن لكنهم يحققون ما خططوا له. وكذلك نائبة وزير الدفاع الأوكراني وهي هانا ماليار كانت قد قالت بأن منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد تمكن الأوكرانيون من استعادة 192 كيلو مترا مربعا من الأراضي التي فقدوها لصالح القوات الروسية، وفعلا أن هنالك تقدما أوكرانيا مستمرا على الأرض. فالتقدم كانت قد تحدثت عنه عدد من قنوات التليجرام الخاصة بالروس، الصحفيين الروس أو غيرهم من المصادر الروسية بهذا الشكل، وتحدثوا بين منطقة كليتشيفكا جنوب باخموت تقدمت تجاهها القوات الأوكرانية. وكان نويل ريبورتس الأوكراني، رويترز أيضا تحدثت عن هذا التقدم الاستراتيجي. وطبعا إذا ما ذهبنا إلى مدينة باخموت، هنا كما تلاحظون دانييتسك وهنا لوغانسك، وبالاقتراب من هذه المنطقة لكي نعرف ما هي شدة هذه المعركة ولماذا مساعدة الصين تعتبر مهمة، هنا باخموت وهنا كليتشيفكا التي يأتي الحديث حولها بشكل مهم للغاية. بالنسبة طبعا للقوات الروسية هي موجودة في كليتشيفكا، موجودة في أندرييفكا، وموجودة كذلك في أودارديفكا وأيضا في أوبتنا، هي مسيطرة على هذه المناطق. القوات الأوكرانية طبعا هي تضغط بشكل كبير على كليتشيفكا وتضغط بشكل كبير على أندرييفكا. والتطور الجديد الذي تتحدث عنه كل المصادر التي عرضناها لكم الآن تحدثت أن القوات الأوكرانية فاجأت الروس وقامت بعملية الهبوط إلى هذه المنطقة بعدما سيطرت على المرتفعات المطلة على كليتشيفكا والتي أعطتهم طبعا سيطرة نارية على كليتشيفكا، تمكنوا من عملية الهبوط إلى هذه المنطقة وسيطروا على نقطة مرتفعة يطلقون عليها منطقة 197، بمعنى آخر بأنها مرتفعة ب 197 مترا عن الأرض وسيطرت عليها القوات الأوكرانية. وهذا ما أعطى القوات الأوكرانية هنا سيطرة نارية من اتجاه آخر ومعاكس على كليتشيفكا، وأيضا سيطرة نارية أيضا على هذه المنطقة إلى وهي أندرييفكا، وتقدموا أيضا إلى غرب أندرييفكا هنا وسيطروا عليها ويحاصروها، قريبين جدا من هذه القرية. وأيضا في نفس الوقت لديهم في ظل هذا المرتفع الذي سيطروا عليه لديهم سيطرة أيضا نارية أصبحت على هذه المنطقة وعلى هذا الطريق الرئيسي الذي يمتد طبعا إلى جنوب باخموت باتجاه أوبتنا، والذي تستفيد منه القوات الروسية كثيرا في عملية الإمداد من جنوب باخموت. وبالتالي الأوكرانيون سيطروا بشكل كبير على نقطة استراتيجية قد تعني ببساطة بأننا أمام أيام قليلة وقد تكون حتى ساعات، يجب أن لا نستغرب إذا ما سقطت كليتشيفكا بيد القوات الأوكرانية في الساعات القادمة في ظل هذه السيطرة على هذه المنطقة إن لم تفعل روسيا شيئا تجاه هذه النقطة التي سيطروا
عليها الأوكرانيين، وبالتالي القوات الأوكرانية واضح جدا بأن كل السبل متاحة بالنسبة لها للسيطرة على هذه المناطق. الروس بالنسبة لهم أصبحت الأمور معقدة، أغلق الطريق عليهم من الجنوب، سيطروا الأوكرانيين على هذه المرتفعات، أصبحت الأمور صعبة، وسيطرة نارية للأوكرانيين أيضا على الطريق الذي يرتبط بهذا الاتجاه بباخموت. الأمور أصبحت معقدة، وحتى الدعم في ظل هذا المرتفع والسيطرة عليه أصبح صعبا طبعا للقوات لإدامة سيطرة القوات الروسية على كريتشيفكا، وبالتالي هذه القوات مضطرة فعلا أن تنسحب بعيدا إلى أوبتنا لتعزيز الدفاعات هنا، وحتى على مستوى أندرييفكا تبدو في وضع صعب للغاية، شبه محاصرة في ظل هذه التفاصيل التي ذكرناها لكم. وبالتالي الأمور واضح جدا أن أوكرانيا قريبة جدا من السيطرة على كريتشيفكا، قريبة جدا من السيطرة على أندرييفكا، وستفتح الباب ببساطة بالنسبة لأوكرانيا أن تفكر وأن تتقدم إلى أوبتنا وكذلك إلى أودارديفكا ليسيطروا على طريق الدعم الكامل من الجنوب في هذا الاتجاه، وبالتالي يخنقون القوات الروسية المتواجدة في باخموت المدمرة تماما، ويفتح أيضا لهم الباب في استخدام القنابل العنقودية الأمريكية التي تسلموها مؤخرا، وبالتالي سيضعون طبعا القوات الروسية في موقف صعب للغاية. التقدم الذي ذكرته لكم في منطقة 197 أكدته أيضا خارطة ديب ستيت المهمة للغاية والمحدثة أولا بأول فيما يجري هذه الأيام. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى تاريخ 23 من يوليو كما تلاحظون هنا، ستلاحظ كيف التقدم جاء باتجاه بين كليتشيفكا وبين أندري، ولاحظ كيف التقدم قد جاء بهذا الشكل، تقدم يعتبر استراتيجي سيعني سيطرة مهمة للغاية للقوات الأوكرانية في الفترة القادمة. أيضا نوير ريبورتس الأوكراني كان قد تحدث بأن القوات الأوكرانية تضغط باتجاه برخيفكا، وجعلت القوات الروسية تنسحب بشكل كبير إلى آخر نقطة، آخر النقاط الموجودة في برخيفكا، وبالتالي الهجوم يأتي من الجنوب من الشمال. هو قد يعني ببساطة أن الأوكرانيين يريدون السيطرة على أوبتنا طبعا على هذا الطريق الجنوبي بهذا الشكل، وأيضا ببساطة أن يتقدموا إلى هذا الطريق الذي ترونه هنا، وهذا يعني أن القوات الروسية سيتوقف عليها مسألة الدعم، سيبقى الدعم الوحيد هنا بهذا الطريق، والقوات الأوكرانية ليست بحاجة للدخول إلى باخموت، فقط تتقدم إلى هذا الطريق، وهنا القوات الروسية طبعا ببساطة يجب أن تترك المدينة وتكون هنالك سيطرة أوكرانية واضحة. مهمة صعبة دفاعية على القوات الروسية بكل تأكيد في هذه المنطقة، ولكن هذه المنطقة هي ليست الوحيدة بالنسبة للأوكرانيين، لا أبدا، بل أن أيضا هنالك أوريخيف التي هي تعتبر جزءا من محور زاباروجيا. القوات الأوكرانية حققت تقدما هنا باتجاه روبوتنا. لاحظ 23 من يوليو، لاحظ أمامك كيف ستتغير، وستلاحظ كيف تقدمت هنا القوات الأوكرانية باتجاه قرية روبوتنا. وإذا ما اقتربنا من قرية روبوتنا من هذه المنطقة أخذنا صورة أوضح للقمر الصناعي، ستلاحظ طبيعة التقدم الخطير الذي جاء هنا في مدخل روبوتنا كما هو واضح لكم. هذه التفاصيل أصبحت واضحة من خلال مقطع لهجوم بدبابة برادلي أمريكية أو مدرعة برادلي أمريكية. دعونا نلقي نظرة عليها على الشاشة الكبيرة لكي نفهم ما الذي يجري هنا ولماذا القوات الأوكرانية فعلا قد وصلت إلى هذه النقطة. ستلاحظ هنا بالنسبة لهذه المدرعة برادلي وهي تضرب الخنادق الموجودة التي تحمي طبعا النقاط الأساسية لروبوتنا، تعرضت إلى هجوم بطائرة مسيرة روسية ضربتها وتمكنت من تحقيق الضربة. وهنا من المنظور الطائرة المسيرة التي ضربت مدرعة برادلي كما تلاحظون من التصوير ووجهة النظر الروسية، ستلاحظ كيف ضربتها بهذا الشكل. بالتالي هذه هي النقطة التي توضح بأن الأوكرانيين قد وصلوا إلى هذه المنطقة لكنهم لا يسيطرون عليها. بالتالي إذا ما حاولنا أن نتأكد فعلا من طبيعة هذا الموقف، وهو هل هو بهذا الشكل، هل هو بهذه الخطورة، هل هو صحيح كما تحدثت طبعا هذه الديب ستيت وكما ذكرته. طبعا سنلاحظ واحدة من اللقطات الأولى لعملية الاستهداف للبرادلي، ستلاحظ أو لمدرعة برادلي، ستلاحظ بأننا أمام أعشاب هنا أو غابة إلى اليمين، ستلاحظ هنا شجرة أو كومة أشجار منفصلة، وسنلاحظ أيضا ولنأخذ اللون الأخضر ليكون واضحا لكم هذه وواضحة هذه الإشارات، هنا كومة أشجار، هنا كومة أشجار، وستلاحظ هنالك طريق مميز بانعطافه بهذه الطريقة، طريق آخر من
هنا، وستلاحظ بأننا أمام كمية غابات أيضا موجودة بهذا الشكل. وطبعا البرادلي أو الام 2 برادلي كانت قد ضربت في هذه المنطقة من طائرة مسيرة روسية نجحت في هذا الاستهداف. بالتالي إذا ما اتجهنا إلى هذه المنطقة بالقمر الصناعية الآن، هنا أوريخيف وهنا روبوتنا، وبالتالي الصورة التي كانت واضحة لنا بأن المنطقة الرمادية أصبحت عند مدخل روبوتنا هنا بهذا الاتجاه. بالتالي إذا ما حاولنا أن نتأكد ستلاحظ بأننا إذا ما اتجهنا إلى اليمين قليلا كل شيء سيتطابق مع ما ذكرناه ومع ما ظهر لنا طبعا من خلال هذه الصور. ستلاحظ بأننا أمام نفس الغابة، هنا كومة أشجار كومة أشجار، والطرق تبدو متطابقة مع ما رأيناه. ويعني كما تحدثنا الام 2 برادلي كانت تهاجم الخنادق الروسية هنا، ولكنها ضربت من قبل الطائرة المسيرة، وهذا يعني ببساطة مع هذا التقدم الأوكرانيون أصبحوا خطيرين ليست على هذه القرية الصغيرة وأصبحوا على مدخلها، لا أبدا، بل إن هذه النقطة ستعتبر حجر بداية أو حجر أو بداية حقيقة أو نقطة بداية للهجوم الأوكراني من روبوتنا إذا ما سيطروا عليها طبعا، ليتقدموا بهذا الاتجاه وباتجاه توكماك. طبعا هذه ليست روبوتنا التي حددناها لكم، ولكن روبوتنا تأتي هنا بهذه المنطقة وبالتالي ويفتح الباب لمهاجمة توكماك الاستراتيجية المهمة للغاية، وتفتح الباب للوصول إلى ميليتابول، إلى بحر آزوف، إلى بيرديانسك. بالتالي هنالك فعلا تفاصيلا كبيرة للغاية تعمل عليها القوات الأوكرانية من خلال هذا الدعم، ولكن أيضا دعم صيني كبير لروسيا قد يتصاعد في الفترة القادمة بشكل أعلى. واضح أن هنالك رقابة أمريكية كبيرة حول ما يجري بين الصين وكذلك بين روسيا.